زين، هسه عندي مصطلح اللي هو الثرموكيمستري. كلنا نعرفه احنا اكيد. الثرموداينامكس احنا ندرسها. وين ندرسها؟ لانه احنا عندنا صيدلة، يعني احنا عندنا كيمستري. فاذا انا عندي يا اعرض الماتيريالز مالتي الى حرارة، يا اسحب منها حرارة، يا انا عندي تفاعلات معينة حتى اسوي درج معين، فما عندي تفاعلات تكون باعثة للحرارة، أو تفاعلات حتكون ماصة للحرارة. زين، فأني أكيد هنا أني ما طولني أني صيدلة، فأكيد أني عندي كيميكال رياكشن، وعندي تحضير، وعندي تعرض للحرارة أو سحب حرارة حسب التحضير مات المادة مالتي شنو يتطلب. فلهذا أنا طبعا دا أدرس الثرمودينامكس، فلهذا دا أدرس الثرمودينامكس لأن كلها أنا لازم أعرف. زين، أنا عندي مثلا أبسط عملية، أبسط عملية هي الديزولفينج السولوبوليتي الذوبانية. أنا إذا أريد أجي أذوب، نعم، البرزنتيشن اختفى، البرزنتيشن اختفى عند الكل. لو بس عندك ظهرت نعم دكتور. البرزنتيشن زين. تمام، لأنه أنا رجعت سديتها وفتحتها من جديد. زين، هسه احنا قلنا الثرموكيمستري. فأبسط عملية احنا بالثرمودينامكس هي عملية الإذابة. عملية الإذابة مثل ما تعرفون، أني مثلا عندي مي وشكر، أريد أجي أذوبهم أني على النار. إذا أني ذوبتهم على النار وخليت كمية عالية من الشوغر، تشوفون انه الشكر راح يترسب بالقاع. بس اذا جيت خليتها يعني على نار على حرارة، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه راح تزداد عملية الذوبان. ليش ازدادت عملية الذوبان؟ لانه انا ايش سويت؟ انطيت حرارة لهذا السيستم. من انطيت حرارة لهذا السيستم، أنا زيدت عملية الإذابة، زيدت عملية الإذابة. فلهذا أني هي الثرمودينامكس كلش مهمة عندي، لأنه عملية السولوبولتي مرتبطة بيها ارتباط جدا وثيق. أبسط شيء هي أبسط عملية هي السولوبولتي. أني حتى عندي من أحضر أني الإكسيبيانت مالتي بالتابلت ماشين، من أجي أحضر التابلت، أني عندي فد إكسيبيانت مستحيل أنه تذوب إذا ما الإكسيبيانت. تعرفوها الإكسيبيانت؟ لو شنو أحد يعرف شنو كلمة إكسيبيانت؟ لو أنا ذكرتها ما تعرفوها شنو معناها؟ شنو الإكسيبيانت؟ أي بالضبط، صحيح صح. هم يترجموها بالعربي بالليفلت، يترجموها السواغ. السواغ هو المادة، هي غير فعالة بس إحنا نحتاجها بالتراكيب مالت الأدوية. الاكسيبيانت هي الان اكتيف انجريدينت مثل الجلوكوز، اللاكتوز، الستارش، هذني كلهن يسموهن اكسيبيانت. الفليفرنج ايجنت، هذني كلهن اكسيبيانت. بس هذني شنو الهن دور رئيسي بالفورميليشن؟ صح، الهن دور رئيسي بس هن مو اكتيف انجريدينت. هن من راح يدخل عند جسم الانسان ما راح تنطي فارماكولوجيكال افكت، هي فقط انه راح تساعدني بالتصيغ بالفورميليشن. ما عداها اني ما راح استفاد من عندها شيء كفارماكولوجيكال اكشن. مثلا انا عندي باراسيتامول انالجيسك انتي بايرتيك افكت. باراسيتامول مثل وياها لاكتوز، وياها جلوكوز، وياها فركتوز، وياها البايندر، وياها مغنيسيوم ستيارات. هسه تشوفون بالصناعيه المواد اللي تحتاجها التابلت، هذني كلهم يسموهن اكسيبيانت لانه هذول يدخلون بالصناعه بس ما لهم دور بالفارماكولوجيكال اكتيفيتي. فإذا أني الثرموكيمستري هي جدا مهمة أنه أني أدرسها حتى أعرف شنو تأثير الحرارة على الأدوية مالتي، من ناحية الذوبانية، من ناحية الكيميكال رياكشن، من ناحية البايندينج. فهاي كلها تأثر. فلهذا الثرموكيميكال equation is the chemical equation that includes the enthalpy change. The heat of the reaction is the enthalpy change for the chemical equation exactly as written. The heat of combustion is the heat of the reaction for complete burning of one mole of the substance. هاي هي المصطلحات المتعلقة بالثرموكيمستري. فهسه أنا عندي
طبعا عندي اني بالثرموكيمستري مصطلحين مهمات اللي هو الاكسوثيرميك بروسيس والاندوثيرميك بروسيس. الاكسوثيرميك بروسيس is any process that give off heat transfer thermal energy from the system to the surrounding. الاكسوثيرميك transfer the thermal energy from the system للمحيط اللي داير ما دايره. شلون مثل هنا عندي 2H2 زائد الO2 راح تساوي لي H2O زائد energy، أو ال H2O من يتحول إلى الغاز للليكويد. ال endothermic process هي any process which heat can be supplied to the system from the surrounding. يعني أنا هنا السيستم أني راح يصير بي supplying من ال surrounding للسيستم مالتي. مثلا عندي الانرجي زائد H2O، هنا بس صححوها هنا هسه راح اصحح لكم اياها، تساوي 2H2 زائد الO2 غاز السوليد من يتحول لي الى غاز، او الانرجي اللي نضيفها حتى السوليد مالتي يتحول الى الليكويد. هاي هي الاندوثيرميك بروسيس. زين اني فالإنثالبي is used to quantify. هنا الإنثالبي هي للquantification، هي الإنثالبي هي للquantification. ف is used to quantify the heat flow into or out of the system in the process that occurs at constant pressure. فإذا الدلتا H تساوي لي H product ناقصا ال H reactant، وهاي مثل ما شرحنا الاندوثيرميك والاكسوثيرميك بروسيس. هسه عندي مصطلح الثيرموكيميكال اكويجن. الهيت اوف ذا كومبوستن مثل ما عرفناها از ذا هيت اوف ذا رياكشن فور كومبليت بيرنينج اوف 1 مول اوف ذا سبستانس. ثيرموكيميكال اكويجنز سمول اماونت اوف ذا ناتشرال غاز وذين crude oil are burned off at oil refiners. عمليات تكرير النفط الكمية الناتشرال غازز اللي تنحرق من هاي النفط الخام نعبر عنها بهذا التفاعل CH4 غاز زائد O2 راح يعطيني CO2 غاز زائد H2O liquid وياها 890 كيلو جول. This reaction is exothermic reaction. Burning 1 mole of methane release 890 كيلو جول of heat. فإذا الـ heat of combustion مالتنا راح تساوي لي minus 890 kg per mole for the methane to burn. وهنا التفاعل مالتي هو exothermic reaction. زين الهيت اوف رياكشن بيكنج صودا اللي كلكم تعرفوها احنا نستخدمها اللي هو صوديوم بايكربونات، نستخدمها بتحضير المعجنات الكيك كل الشغلات اللي تحتاج انه اني انفشها، فيدخل البيكنج صودا بالتحضير مالتها. التفاعل مالت البيكنج صودا هو يسموه اندوثيرميك رياكشن. اني انطي NHCO3 أنطي حرارة آني بداخل الفرن، إيش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي Na2CO3 solid زائد H2O liquid زائد CO2 gas. CO2 gas is released in the reaction cause the muffin to rise while baking. آني بهذا التفاعل كله من آني أجي ليش دا أنطي الصوديوم بايكارب؟ ليش دا أخلي بالمعجنات؟ لأنه إيش راح يصير عندي؟ راح يطلع لي الكربون دايوكسيد، هذا الغاز راح يبدي يصعد يصعد يصعد، فهو اللي راح يرفع لي المعجنات الموجودة وراح يسوي ينجح لي عملية البيكينج. ليش مرات نقول يجوز تشترون مرات البيكينج صودا او البيكينج باودر تقولون انه اني التلفان او ما نجح لي الكيكة؟ هذا ايش صاير بي؟ هذا صاير بي ممتص الووتر، فهنا صاير عندي رياكشن قبلها ومتحرر السي او 2 غاز، فمن راح يجي يدخل بالتحضير المافن او الكيك او اي معجنات اخرى ما راح يحرر لي غاز السي او 2،
لأنه العملية تمت مسبقا، فما راح يصير عندي أني endothermic process. فبالتالي أني هنا يعني ما راح أحصل على الأكشن مالت الصوديوم بايكارب. زين، الثيرموكيميكالز equation هاي حساب الدلتا اتش، يعني انا ما طالبتها من عندكم، بس تعرفوا لي البرنسبل مالت اللي حكيت لكم اياها، الاندوثيرميك والاكسوثيرميك بروسيس والاكزامبلز اللي عليها الكالكوليشن ما داخل عندكم. السكند لو اوف ثيرمودينامكس اللي ينص على يو كانت بريك ايفن. Think about what it means not break even. Every effort you put forth, no matter how efficient you are, you will have a tiny bit of waste. أنت لازم هنا عندك خسارة معينة بالسكند لو اوف ثيرمودينامكس. That the heat flows spontaneously from the hot object to the cold object. هي عملية انتقال الحرارة من الأجسام الساخنة للأجسام الباردة. بس هي هاي العملية ايش راح يصير بيها؟ حتكون هناك مو مثل الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس. كانت الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس العملية مالتي كانت ريفيرسيبل، مثل الآيس الجليد بيتحول إلى مي، أو المي راح يصير بيه سولديفيكيشن للجليد. كانت العملية مالتي ريفيرسيبل، بس هنايا بالسكند لو اوف ثيرمودينامكس العملية مالتي هي انريفيرسيبل. لأنه ايش راح يكون عندي أنا هنا؟ شنو مثال عليها؟ هنايا البيضة المكسورة. أنا البيضة المكسورة بعد أقدر أرجعها لوضعها الطبيعي؟ أقدر أرجعها لوضعها الطبيعي لو ما أقدر؟ أنا أكيد ما راح أقدر أرجع البيضة لوضعها الطبيعي. فهنايا تخلون ببالكم السكند لو اوف ثيرمودينامكس هو irreversible process. irreversible process هذا هو المبدأ العام مالته. بارت خصوصا المسائل يعني لازم اوضح لكم اياها لانه مهمه، وما اقدر ما صور تقدرون تفهموها من غير ما اشرح لكم اياها. فهسه انتم بس 13 طالب. هسه اللي اريد اوضحه هو طبعا اهم بارت هو مالت الانتروبي ومالت الثيرد لو اوف ثيرموداينامك اللي هي الدلتا جي. اذن كلش مهم ان اشرح المسائل مالتهن، لانه خلينا نقول هاي لبة السكند لو اوف ثيرموداينامك، والثيرد لو الدلتا جي هي الكور مالتها، فما اريد يعني اضيع عليكم او يضيع المفهوم العام مالتها عليكم. زين، هسه اني وقفت اصور اللي هنايا، وقفت اللي هنايا وما قدرت اكمل وراها. ما اعرف ذاك اليوم كان ما هايبوغلايسيميا، ما اعرف حتى الفوكس مالتي همينه ما كان قوي، ما كنت اقدر اركز ولا حتى اقدر اشوف زين. انا صحيح عندي يعني مشكله هسه حاليا بالنظر، بس مو لهالدرجه، هاي قمت بعد ما اشوف حتى الاحرف والكلمات. الحمد لله هي عدت، وبعد ما رجعت لي وراها. هسه يعني شو اسمه، هاي المحاضره تعويضيه للي فاتهم عيني هذا الشيء. هسه اذا طالعه قدامكم واذا تشوفون السلايدات عندنا، ده نشرح الاكزامبل الانتروبي تشينج. عندي اني شرحت لهم للطلاب وبوقتها، اني عندي هنايا اريد احسب الانتروبي اوف ترانزيشن اوف 1 مول اوف ليكويد ووتر تو ذا كريستالاين ووتر درجه السالب 10 ديجري سيليسيوس. زين عيني، اني اريد الليكويد، اني هنا عندي ليكويد ووتر، اريد احسب الانتروبي. هذا طبعا هذا الشرح كل الاكزامبل 3.9 هو هذا عيب المارتن فيزيكال فارماسي، يعني يخبط المساله خبط، بس اني من راح اجيب لكم اياها على هيك نمط المساله، فاكيد راح تكون اوضح. فاول شيء اني اريد اقيس الانتروبي تشينج مالت الليكويد كريستالاين والليكويد ووتر للكريستالاين ووتر بدرجه الماينس 10. هسه اني بعدني هنا بحاله الليكويد. شوفوا اول اكويجن اللي هو اني H2O بحاله الليكويد، هاي ال صغيره،
إلى ماينص 10 اللي هي درجة الماينص 10 هواني اللي أريدها، لحد همين الكولد ووتر بس هناية بدرجة الصفر، بدرجة الصفر. زين أني، فإذا أني الانيشيال مالتي هي كانت ماينص 10، الفاينل مالتي هي الصفر. فأني حسب القانون اللي اعطيتكم اياه بالمحاضرة، الدلتا اس يساوي لي السي بي اللي هي الهيت كاباسيتي على ملتبلاي باي لين تي الفاينل، الفاينل مالتي درجة هي صفر، فصفر زائدا 273 على صفر زائدا ماينص العفو ماينص 10 زائدا 273. هاي طلعت الانتروبي تشينج للووتر بحالة الليكويد ستيت، بحالة الليكويد ستيت من تحول من ماينص 10 إلى درجة الصفر. زين، هسه أريد الحالة المعاكسة إلها. عوفوا الحل، السطر الثاني مالت الحل، أريد الحالة المعاكسة إلها. هاي بالمسألة طبعا، وهذا اللف والدوران مالت يعني شو اسمه المارتن عوفو. أنا دا أشرح لكم إياها المسألة، شو أوضح لكم إياها بارت بارت. فال H2O اللي هي يريدها، عوفوا المعادلة الثانية، دا نروح على الثالثة. ال H2O change من السوليد ستيت للسوليد ستيت من درجة الصفر إلى درجة الماينص 10. أنا هنا سويت له فريزنج، يريد أحسب الانتروبي مالته. زين، فاحسب الدلتا اس يساوي السي بي اللي هي الهيت كاباسيتي هنا موجوده عندنا 18، لين التي فاينل هنا انا ايش قد عندي اللي هي هنا يعني 273 زائدا ماينص 10، والتي انيشال مالتي هي 273 زائدا الصفر هنايا. فاحسب اني ايش قد طلعت عندي الانتروبي تشينج. زين، هسه هنا تشوفون اني صارت عندي تغير مره من السالب 10 للصفر ومره من الصفر للعشره. زين، اذا اني اردت اشوف الووتر بدرجه الصفر من تحول للليكويد ستيت للسوليد ستيت، شنو كانت الانتروبي مالته؟ هنا ما اقدر استخدم المعادله مالت التي فاينل والتي انيشال، لانه ليش اني حصير الصفر صفر على صفر، يعني ما حت مو صحيحة عندي المعادلة. فأريد أن هنا هاي الحل رقم اثنين، الإكويجن رقم اثنين بالحل يعني ثاني واحدة، أريد أحسب الإنتروبي تشينج من درجة الصفر للدرجة الصفر بس من الليكويد ستيت للسوليد ستيت. زين يعني، فاني هنا راح احسب الدلتا اس يساوي لي الكيو، الكيو اللي هو انا اعطيكم اياها بالسؤال طبعا اكيد، اللي يساوي اللي هنا قيمتها سالب 1437 على التي مالتي هنا ايش قد؟ انا بدرجه الصفر، انا اريد الووتر من الليكويد ستيت للسوليد ستيت بدرجه الصفر على 273. زين، مرت الشق رابع مطلوب من السؤال، انه انا اريد احسب ايضا الانتروبي تشينج واللي هي اخر معادله. اريد احسب الانتروبي تشينج للووتر من الماينص 10 للماينص 10 بس هي من الليكويد ستيت للسوليد ستيت. فنفس الشيء استخدم الدلتا اس يساوي لنا كيو على تي، راح يطلع لي ماينص 4.93. تمام، هسه اني عندي هنا بهذا السؤال مالت الانتروبي عندي اربع مطالب، أربع مطالب. مرة أريد أحسب الانتروبي تشينج من الووتر تغير من سالب 10 للصفر من الليكويد ستيت للليكويد ستيت. هنا تغيرت عندي الحرارة بس باقية الحالة نفسها. فأهم شيء هنا أعرف الانيشال والفاينل، أهم شيء أنا قالت لكم يتحول إلى درجة الصفر ديجري سيليسيوس. فاستخدم الدلتا اس يساوي لنا السي بي لين التي فاينل على التي انيشال. زين، اذا انا ردت نفسه بس عكسه، متحول من الصفر
متحول سوري إيه من الصفر للسالب 10، هم راح أطبق الدلتا اس يساوي ن سي بي لين تي فاينل على تي انيشال. مطلب ثالث، أريد الانتروبي تشينج للووتر اللي هو من الليكويد ستيت للسوليد ستيت بس نفس درجة الحرارة اللي هي الصفر، استخدم قانون أبو الكيو. أو أريد من السالب 10 للسالب 10، هم استخدم قانون أبو الكيو، وهناية على تي، التي مالتي هناية ماينس 10 زائد 273. هنا أصور وضحت الأمور. هذا هو كل ما يتعلق بالمسألة. هسه أني بعدين دقيقة خلي أقلب من السلايدر الرئيسي. زين زين، هسه أني عندي هناية، طالع عندكم السلايد طلاب، طالع عندكم السلايد اللي هي الداتا، طالع تمام. هسه أني عندي آيس موجود بيكر، وعندي ووتر موجود بيكر، عندي آيس موجود بيكر وعندي ووتر موجود بيكر. جيت خليت البيكر الصغير مات الآيس بنص البيكر، العفو البيكر الصغير مات الووتر بنص البيكر مالت الآيس، يعني الثلج صار داير مداير البيكر هذا ماتي مالت المي. شي يريد من عندي هسه؟ يريد من عندي يقول اريد الدلتا اس هم مالت هذا السيستم كله، اللي هو اني البيكر اللي بيه مي ودائر مداير الثلج، شلون هذول اللي يسوون الموطة يخلون المي ودائر مداير الثلج ويظلون يفرون بها حتى يبردوها وتتكون الموطة، يعني هاي الفكرة بس حتى اقرب لكم اياها. فهذا المحيط مالته هو مي ثلج. زين، فأريد أقيس الدلتا اس مالت السيستم كله، فالسراوندينج مالتي اللي هي كيو دلت الكيو على التي، الدلتا سوري الماينس كيو على تي. الكيو أنا طبعا أعطيكم إياها اللي هي 1334 على التي اللي هي ماينس 10 زائد 273، راح تساوي لي السراوندينج مالتي لانه الدائر مداير مالتي اني ثلج بدرجه الماينس 10. انا طبعا اكيد اعطيكم درجه الحراره هنا مالت الايس ايش قد، هي ماينس 10. زين، هسه اريد احسب شنو هو كله التوتال. فالتوتال يساوي لي دلتا اس مالت الووتر اللي هو كان عندي هنايه بدرجه الصفر، العفو بدرجة الماينس 10، درجة الماينس 10 هنا أنا أريده، يجوز أقولكم بدرجة الصفر، بس أنا هسه أريد التوتال هنا بدرجة الماينس 10. فهنا شوفوا إحنا بالماينس 10 طلعناها ماينس 4.39، ماينس 4 هنا بالمسألة طبعا هاي غلط، ماينس 4.91 وحدة بيهم لازم تتصلح، يعني هي ماينس 4.93 الصحيحة، فهو هذا نفسه طلعناها من الاكويجن مالت الووتر بدرجه الماينس 10، هاي اخر وحده اخر معادله. زين عيني، فهاي طلعت لي مالت الووتر بدرجه الماينس 10، وطلعت لي مالت السراوندنج الايس اللي محيط بي. هسه اجي اريد اطلع التوتال، فاسوي مالت المي زائدا الدلتا اس مالت الباث، فاطلع الدلتا اس مالت السيستم. هسه اوضح لكم اياها بعد. هسه اني عندي ايس باث، يعني مكعبات مال ثلج بدرجه الماينس 10 موجوده، حطتها ببيكر كبير وخليت بداخلها ليكويد ووتر همين بدرجه الماينس 10، وهنا صار عندي فد مثل شلون الووتر باث، بس هنا يسموه هذا ايس باث. ايس باث، اجي اريد أقيس الدلتا اس مالت هذا الباث اللي هو الدائر مداير، وقيس الدلتا اس مالت الجوة السيستم اللي جوة.
واريد اقيس الدلتا اس المطلوب مالت السيستم كله. فالدلتا اس مالت السراوندينج انا عندي هنا ايس الكيو مالته 1300، هاي انا اعطيكم اياها طبعا، والتي مالته 263 لانه ماينس 10 زائد 273. الدلتا اس مالت الووتر بدرجه الماينس 10 طلعناها من اخر معادله، تطلع نجمعهم اثنيناتهم يطلع لي دلتا اس مالت السيستم كله. هذا هو ملخص. هو المطلوب مالته هنا عباره عن هاي المساله كلها عباره عن 5 مطالب. مره اقيس الكريستالين ووتر بدرجه الماينس 10 للصفر، ومره اقيسه من الصفر للعشرة، ومره اقيسها من الصفر للصفر بس ليكويد ستيت للسوليد ستيت، ومره اقيسها من السالب 10 للسالب 10 مهمنه من الليكويد ستيت للسوليد ستيت. اذا كانت عندي درجه الحراره ثابته استخدم هذا القانون او الكيو، لانه ما عندي تحول من الصفر للسالب 10 او من العشرة للصفر. اذا كانت عندي درجه الحراره متغيره استخدم هذا او السي بي. إذا أردت مات السراوندينج قلت لكم هذا نحط السيستم بآيس باث ليكويد ووتر بدرجة الماينس 10 وداخله آيس باث، أريد مات السيستم كله، فتحسبوا لي اللي موجود بالبيكر واللي موجود بالسيستم كله ونحسب مالت السراوندينج. هذا هو كل المطلوب. هاي المسألة عبارة عن 5 مطالب. تمام ماما؟ وضحت الفكرة؟ زين. هسه قانون الثيرد لو اوف ثيرموداينامك اللي هي الابسوليوت تمبرتشر كانت بي ريشت، الابسوليوت زيرو تمبرتشر كانت بي ريشت، هو هذا قانون الثيرد لو اوف ثيرموداينامك. زين عيني، ف اهم ما يتعلق بالثيرد لو اوف ثيرموداينامكس اللي هي هنا من كل هذا الجدول انا اريد بس الدلتا جي. اذا كانت قيمتها ماينس فاذا اني الرياكشن مالتي هو سبونتينيوس، اذا كانت القيمه مالتها اكبر من الصفر فالرياكشن مالتي نان سبونتينيوس. هذا كل ما في موضوع الدلتا اس. بس نجي ناخذ سمبل اكزامبل عليه اللي هو delta H and delta S for the transition of liquid water to ice water at minus degree Celsius and 1 atmosphere pressure are 1343 calorie per mole minus, point, minus 4.91 calorie per mole degree اللي هي delta S. delta H سالب 1343 والdelta S هي minus 4.3. سريد الدلتا جي، دلتا جي يساوي لنا دلتا اتش ناقصا تي دلتا اس، هذا هو القانون مالتي. فدلتا جي دلتا اتش اللي هي ماينس 1334 ناقصا التي مالتي درجة حرارة الماينس 10 هنا يريدها اللي هي 10 زائد 273 يساوي 263 في الدلتا اس اللي هي ماينس 4.91، راح يطلع لي ماينس 51 كالوري او ما يعادلها بالجول. هنا بما انه انا عندي بالماينس فالرياكشن مالتي هو سبونتينيوس. هاي سمبل ابلكيشن لقانون الدلتا جي. زين اجي هنايا اريد شويه، اذا كان عندي هنايا هنا شويه متغيرات بالبرشر او بالكونسنتريشن، شوية هنا راح القوانين مالت الدلتا جي راح تبدي تختلف عندي، مو تختلف شيء بسيط. هنا يريد calculate the free energy when one mole of ideal gas is compressed from 1 atmosphere to 10 atmosphere. في الدلتا جي يساوي 2.303 في 1.987 في درجة الحرارة 225، يعني 25 زائد 273 في لوج العشرة على واحد اللي هي البريشر الفاينال مالتي اللي هو 10 الانيشال مالتي اللي هو 1، راح تطلع لي قيمة الدلتا جي. يعني هنا وهي موجبة فهو نان سبونتينيوس. بس هنا اذا كانت عندي، اذا كان عندي كونسنتريشن او اكتيفيتيز، الدلتا جي يساوي 2.303 ان ار تي لوج الاي 2 على الـ A1
الاي 2 اللي هي اللي يعني جد اخر وحده الكونسنتريشن جد على الكونسنتريشن الاولي. هسه ناخذ سمبل اكزامبل عليها اللي هو هنا عندي هذول علماء اثنين بورسوك اند وين جاردن roughly computed the free energy change when the kidney transfer various chemical constituent at the body اللي هو بدرجة حرارة 37. هنا درجة الحرارة مالت الجسم، أنا إذا جبت لكم هيك مسألة ما أعطيكم إياها لأن قبل تعرفون درجة حرارة الجسم 37. يريد هنا from the blood plasma to more concentrated urine. زين the ratio concentration was assumed to be to the ratio of the activity. هسه اني عندي فد دراج قد يكون ورا يورين، فهنا هنا طبعا الماده مالتي هي اليوريا، اليوريا فيريد انا طبعا راح اعطيكم اول شيء تركيز اليوريا بالبلازما اللي هو هذا الانيشيال اول شيء هو كان بالبلازما وبعدين وين راح؟ راح لليورين، فاليورين هو المحطه الاخيره له، هو الفاينل كونسنتريشن له. اليورين هنا كان تركيزه اني طبعا اعطيكم اياه 0.333 بالبلازما كان تركيز اليوريا 0.005، فاجي على قانوني اطبقه دلتا جي يساوي 2.303 في 0.1 في 1.987 في 310. هنا درجة حرارة الجسم أني ما أعطيكم إياها، فأنتوا لازم تعرفوها، أنتوا لازم تعرفوها. زين في لوج البوينت 333 اللي هو الفاينل كونسنتريشن اللي هو من راح لليورن، لأنه أنا شو يصير عندي؟ أنا من أبلع الحباية تروح للمعدة، ورا المعدة وين تروح؟ يصير بيها امتصاص او تروح للامعاء، يصير بيها امتصاص تروح للبلاد، راحت للبلاد، البلاد بلازما، فورا ما يصير ورا ما راحت للبلاد بلازما شو راح يصير عندي اني؟ راح يصير عندي فد شيء يسموه اكستراكشن. اكستراكشن يا اما يكون عن طريق اليورين يا اما يروح عن طريق الفيسز، فهنا الماده مالتي اليوريا رايحه عن طريق اليورين، التركيز مالتها صار في صار من كان بالبلازما هو 0.005 وراح لليورين صار تركيزه 0.333، فال 0.33 هي الفاينل كونسنتريشن والانيشال هو 0.005، فلهذا اني هاي الايكويجن مالتي هيك صارت. زين يعني فاني هيك نوع من المسائل قد اجيب لكم هو مثلا الحباية اني بلعها البيشنت كان تركيزها بالستومك مثلا 0.1 وبعدين راحت من الستومك راحت للبلاد بلازما صار تركيزها مثلا 0.2 او 0.3. اريد اقول لكم احسب لي الفري انرجي تشينج، فهنا لازم تعرفون اني هنا البلاد هو صار عندي الفاينل كونسنتريشن والستومك صارت هي الانيشال كونسنتريشن، فهنا لازم تعرفون لانه انا هنا رايده من البلاد عبرت للبلازما، فتعرفون اهم شيء هنا كل شيء ما بيه عدا انه تعرفون من هو الانيشال ومن الفاينل كونسنتريشن. طلعت لي هنا دلتا جي موجبه وهي هنا نون سبونتينيوس اللي هنا انا توقفت حتى ويا الطلاب بعد هاي مات الانجن والملخصات مات القوانين هاي ما طالبتكم اني بيها، هذا اخر شيء انا شرحته للمجموعه. فيعني انا هاي المسائل اللي ردت اوضحها ويعني ردت الطلاب يعني يسمعوها من عندي لانه اكيد باقي الطلاب اكيد اكو طلاب يقدرون يشرحوا لكم من باقي المجاميع، بس نفرض طالب ما عنده علاقه بطالب ثاني او شيء لانه على فهمي اكيد هم الطلاب يفتهموا. يعني لهنا انا خلصت المحاضرات مالتي مال ثرمودايناميكس، هذا اللي كنت رايده اوضح لكم اياه وهسه وضحت لكم اياه وان شاء الله الصوره واضحه عندكم. وان شاء الله التقيكم على خير بالكورس الثاني.